السلام عليكم. اسم حضرتك؟ احمد رمضان. ازيك يا استاذ احمد؟ حضرتك جاي تبع مين في القضيه ولا تعرف؟ والله انا ليا اخويا متاخد هنا محرض في القضيه. اخوك اسمه حضرتك؟ عمرو رمضان. وليك اخ تاني قلت لي؟ اه ليا اخ مصف رجله طلق ناري. مصف رجله طلق ناري. طب ايه الاحداث اللي اخوك الاولاني متاخد فيها جوه؟ والله وانا اخويا التداعيات بتاعتها. وانا اخويا اخ طلق ناري في رجله، واصلا اتخذ براءة يعني ما اتخذش اصلا في القضيه، لان هو كان على مسافه بعيده وما كانش في القضيه اصلا. وعشان جم ينزلوا بيحاولوا معاه خدوا عمرو وحطوا اسمه في القضيه طبعا ظلم، مش هو واخدينه من المحرض واخدينه من بيته اصلا. بعديها بقى حوالي 4 5 ايام واخدينه من البيت وعملوا محرض. هو كان بس واخدينه واستجوبوه عشان يسالوه عن عماد، هو اصلا كان ما عملش في المستشفى وقت الضرب وقت الحادثه. يعني اخوك اللي اتاخد ما كانش في الاحداث اصلا، هو كان مع عماد اخوك. اه وجابين شهود كده ما كانش في الباب اصلا ساعتها. طب انا شايف ان في تعنت من جهه الامن، هل ده لقيته ان هو في تعنت على عدم الدخول؟ وعمالين يضحكوا علينا، يقعدوا 10 دقايق يقعدوا ربع ساعه، بيدخلوا واحد في اثنين، في حتى شهود مش عارفين يدخلوا. يعني كمان في شهود مش راضيين يخشوا. مش راضيين يدخلوا. طب انت تحب تقول ايه للناس اللي ماسكه اصلا اساس المحاكمه دي؟ ان هو يعني انت ليك اخين جوه دلوقتي تقريبا، او اخ واخ مصاب ومش راضيين يدخلوا. اقول للمشاهد دي، اهل المصابين او اهل القتلى، غير ان هم يشوفوا العداله هنا. اللي مش هيشوف العداله هنا ياخدها بايديه، اللي مش هيشوف العداله هنا يحاول يطبقها بايديه. هو ده اللي مش عاوزين، يعني احنا عايزين نشوف عداله هنا عشان نحاول ان احنا نهدي نفسينا ونهدي اثار اسر الضحايا. مش هيهديهم غير ان هم يشوفوا العدل في الناس اللي قتل واللي سرق واللي كسر، واللي لما يشوفوش عدل هنا مش هيحاولوا يطبقوا بايديهم بعد كده. طب انت شايف المحاكمه ماشيه فين كده؟ او ايه الطريق؟ يعني طريق المحاكمه دلوقتي ماشي ازاي؟ اصلا حتى يعني ولا سمع شهود ولا بصوا على ورق ولا شافوا الاحراز التسجيلات اللي مسجلها. يعني في ناس كانت متسجلها بتحوش والشرطه هي اللي جابها. انت مين اوائل في القضيه؟ شوف حسام ابن عبد الله كانوا مركبينهم عربيه اسعاف ومسكينهم ميكروفون وبينادوا وبيهدوا الناس وبيمشوهم. حاطين لهم متهمين اوائل في القضيه. السلام عليكم ورحمه الله. اسم حضرتك؟ محمد خلف، اخو الشهيد مصطفى خلف. طب الظروف اللي استشهد فيها اخوك؟ هو مصطفى طالب في كليه هندسه، وشباب كتير كانت راحت، اللي بيبص واللي مثلا بيشوف مصاب بيشيله او حاجه زي كده. فهو اصيب وقعد في المستشفى 4 5 ايام وتوفى. يعني اخوك طالب في كليه هندسه؟ اه في رابعه هندسه. واحنا النهارده جايين في جلسه، كان في جلسه قبل كده ودي تاني جلسه. يعني عندنا امل ان القضاء يحكم في القضيه ويحل المشكله ويحل اللغز اللي احنا جايين عشانه، ان الناس دي المتهمه بالقتل العمدي ومعاها اسلحه ناريه النصارى اللي هم كانوا قاعدين بيضربوا نار على الشباب، واغلبيه الشباب اللي ميت ده شباب صغير في السن، يعني مثلا اللي هم ناس اصحاب فكر ولا اصحاب قضايا ولا كانوا داخلين مثلا، لا ده ناس داخله بتحجز او ناس داخله بتشيل مصابين او كده. في ناس اتقتلت. طبعا انا عايزين حق الناس دي، بس يعني لما كان في قضاء وان كان في مؤسسه قضائيه في الدوله وبتقول ان احنا قضاء وبنحكم، فيجيبوا حقنا من الناس النصارى اللي قتلوا اولادنا. يا اما هيبقى في مثلا احتكاك وهيبقى في بقى فتنه بجد وهيبقى في الكلام اللي احنا مش عايزين نوصل. طب انت شايف مسار القضيه ماشي اتجاه ايه دلوقتي؟ هو والله احنا اول جلسه اتاجلت ودي تاني جلسه وطلبوا الشهود، وفي ناس جوه طبعا ما يقدروش يدخلوا كل الناس لقاعه المحكمه، اساس ناس كتير. بس طبعا هو المسار دلوقتي بيتجه في اتجاهات، ومنها اتجاه اعلامي ان بيجيبوا الناس المسيحيين والمسلمين ويقعدوهم في الشارع قدام الكنيسه واحنا نسيج واحد والكلام ده كله، وبيجيبوا ناس مالهاش دعوه بالموضوع اصلا، غير ان هم بيعرضوا فلوس على الناس اللي رافعين قضايا على اساس ان هم يتنازلوا عن القضايا وحاجات زي كده. وطبعا الكلام ده مرفوض، لان اللي بيتنازل او اللي يملك العفو او ان هو يسيب حقه ده صاحب القضيه، واحنا اصحاب القضيه ومش هنسيب حقنا. بس ده لازم القضاء يعرفوا وهم ذات نفسهم يعرفوه. كانوا عايزين يعملوا تهدئه بجد في البلد يبدوا الناس دي حقها، لان دم عيالنا مش هيروح بسهوله. يعني انت شايف ان في ضغط اعلامي؟ يعني هو الضغط الاعلامي قد يكون بيفكر في تهدئه البلد، لان نظام البلد بعد الثوره كله عايز يعمل تهدئه لحد ما تيجي حكومه منتخبه ويجي رئيس دوله والبلد ينزل فيها الامن والكلام دوت والشرطه ترجع. انا معاهم في الكلام ده كله، بس احنا عندنا قضيه القضاء يقدر يحكم ويفصل فيها، يقول كلمته. عنده متهمين قتل عمد، ناس معاها رشاشات واسلحه ومعرفش طبعا الكلام ده بناء على ايه. يبقى دوله وفيها دوله من داخل الدوله وناس بتحمي نفسها بالاسلحه الرشاشه والكلام ده، طبعا القضاء هو المفروض يقول كلمته فيه، وبناء على كلمه القضاء يتم التهدئه. انما الكلام والاعدادات اللي بتتعمل والكلام ده ما اعتقدش ان الكلام ده يفيد باي وجه. جزاك الله خير.